أقول إذا مدحني شخص في ظهر الغيب بأنني كثير العبادة وسرني ذلك، فهل يدخل هذا في الرياء؟ لا، إذا أنك ما تطلعت لهذا ومدحك الناس وأثنوا عليك فهذا عاجل بشرى المؤمن كما في الحديث. أما إن كان أنك تقصد أنهم يمدحونك وأنهم يثنون عليك فهذا هو الرياء. أما إذا أخلصت لله وهم مدحوك وأثنوا عليك فهذا ما تطلعت إليه ولا قصدته، فهذا عاجل بشرى المؤمن. نعم.